نعم، فعليا يارا، تم الإعلان عن اسم منفذ العملية وهو محمد مناصرة من مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة. هذا الشاب الفلسطيني هو ضابط في الشرطة الفلسطينية، ذهب باتجاه مستوطنة عالي إلى الشمال شرق مدينة رام الله وقام بإطلاق الرصاص من بندقية كان يملكها من طراز M16، أي بندقية رشاشة. أصاب المستوطنين الاثنين بجروح قاتلة، أحدهما كان في داخل مركبة وصلت إليه طواقم الإسعاف وهو فاقد الوعي، والآخر كان على الأرض ملقى. وبعد ذلك تدخل أحد المارة من هناك وهو جندي كان عائدا أيضا من قطاع غزة وهو ضابط أيضا، قام بإطلاق الرصاص صوب منفذ العملية مما أدى إلى استشهاده على الفور. بعد ذلك تم الإعلان عن مقتل مستوطنين إسرائيليين في هذه العملية، ولكن أيضا بعد ذلك انطلقت دعوات من قبل المستوطنين عبر مواقع خاصة بهم، عبر الواتساب أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، تدعو إلى عمليات انتقامية وعمليات إرهابية ضد الفلسطينيين. هناك تجمعات في هذه اللحظات لعدد كبير من المستوطنين يتجولون في الشوارع في منطقة اللبن، أي قرب مدينة نابلس، جنوبي مدينة نابلس، إضافة إلى منطقة رام الله، سلواد وسنجل وترمس عيا. هناك خشية أيضا من تنفيذ عمليات من قبل المستوطنين المتطرفين تجاه الممتلكات الفلسطينية أو تجاه منازل الفلسطينيين. بكل الأحوال أيضا نحن نتحدث عن ما تم نشره قبل قليل بأن هناك عملية تحريض تجري في هذه اللحظات من قبل بعض المراسلين العسكريين على الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي تحدثت بأن سبب خراب الضفة حسب القناة العاشرة الإسرائيلية يعود إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية. هناك الكثير من المقاتلين على حد وصف ما قالت عنه القناة العاشرة، هناك عدد من المقاتلين الفلسطينيين من أجهزة الأمن الفلسطينية يشاركون بإطلاق الرصاص صوب القوات الإسرائيلية الاحتلالية الداخلة إلى مناطق شمال الضفة الغربية أو إلى مناطق ثانية، وأنهم أيضا يقومون ببيع السلاح لحركة حماس كما تزعم هذه القناة الإسرائيلية. بكل الأحوال أيضا نحن نتحدث عن تصريحات لبنغفير قال بأنه ما أن تم سحب الصلاحيات حتى وجدنا عمليات، هو يتحدث عن الصلاحيات التي سحبت منهم فيما يتعلق بشهر رمضان المبارك ومنع المسلمين المصلين من الدخول إلى مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك. قال بأن هذا الإجراء يعني وسحب هذه الصلاحيات وجدنا نتيجتها هذا اليوم بمقتل اثنين من المستوطنين الإسرائيليين. بالإضافة إلى ذلك سمودريتش قبل قليل كان تحدث بأنه لا يوجد اختلاف بين الضفة وقطاع غزة، قال وأنه لا يمكن أن يتحول شهر رمضان من في كل عام والأيام السابقة له لحمام دم بين قوسين لقتل اليهود، وهذا ما يحدث في الضفة الغربية. يتطلب من الجيش إعادة نقاط التفتيش وإعادة الحواجز وإعادة إغلاق وتوسيع الاستيطان بصورة كاملة، وهذا طبعا ما قاله سمودريتش. لكن بكل الأحوال يارا، أستطيع التأكيد بأن هذا الشاب منفذ العملية هو يعني من سكان مخيم قلنديا، وأيضا نعتها حركة فتح، حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أحد أبنائها، إضافة إلى أن سماعات المساجد في مخيم قلنديا كانت نعت منفذ العملية. لكن التطور اللافت أيضا في مدينة القدس تحديدا عند باب الأسباط، هناك قامت الشرطة الإسرائيلية بوضع متاريس حديدية للمرة الأولى منذ عام 2017، وهذا يذكرنا في انتفاضة القدس عندما وضعت الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الإسرائيلية بوابات إلكترونية عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، وهو ما أثار يعني غضب الفلسطينيين بصورة عامة وأدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في كل أنحاء مدينة القدس وكذلك الضفة الغربية. وضع هذه المتاريس في هذا الوقت ومع قرب اقتراب شهر رمضان المبارك قد يكون يحمل دلالات بأن الأمن الإسرائيلي والمستويات الأمنية والسياسية في إسرائيل تريد أن تمنع الفلسطينيين أو تقيد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك، وهذا طبعا قد يؤدي إلى تطورات لا تحمد عقباها في المنطقة. لكن بكل الأحوال أستطيع التأكيد أيضا بأن مجمل الشهداء منذ 7 من أكتوبر في الضفة الغربية وصل إلى قرابة 416 شهيدا مع منفذ العملية الذي استشهد عند ساعات عصر هذا اليوم.
بمعنى أن الأمور أيضا في الضفة الغربية وصلت إلى منحنيات لم يسبق لها مثيل من حيث أعداد المعتقلين التي تجاوزت حالات الاعتقال في الضفة الغربية ومدينة القدس أكثر من 7170 حالة اعتقال، إضافة أيضا إلى أعداد الشهداء التي ازدادت في الآونة الأخيرة. شكرا جزيلا لك من رام الله ضياء حوشية، شكرا لك.